ويا ريت بس لو حد هيعمل مداخلة يفتح بس المايك وبعد ما يخلص يقفل المايك، تمام؟ على أساس إيه نقدر نسمع بعض ونقدر نتكلم مع بعض إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، معلش أنا اللي هعمل المداخلة بدل الطلاب. يا ريت تحت امرك، اتفضل. طيب مساء الخير أستاذ مساء عمر، النور دكتور. وشكرا كثير لحضرتك لقبول دعوتنا بإنه ننهي مقررنا مع حضرتك، وأكيد قيمة مضافة لإلنا وللبرنامج وللطلاب، الله يكرمك دكتور. وأغلبهم أكيد من متابعينك ومتابعين بيم أرابيا، وسعداء بوجودك معنا إن شاء الله. الله يكرمك، شكرا دكتور. بالنسبة للطلاب، مساء الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بتمنى إن الكل يلتزم بموضوع إغلاق المايك، وما في داعي هذا الموضوع نعيده بالمحاضرات الأخيرة. يعني الأستاذ عمر حيكون معاكم بحسابي كأستاذ، أكيد حيكون في صدى، لأن أكيد حيكون في طلاب من المايك، أو ممكن لأني فتح المايك أنا والأستاذ عمر ودانيا وبشرى. تمام، هلا أنا بس سكر المايك عندي حيكون الصوت أفضل، ونبهوا رفقاتكم لو دخلوا فتحوا المايك ونسيوا مشان ما يصير تقطيع على الصوت. بالتوفيق ويسعد مساكم، وأستاذ عمر شكرا كثير لحضرتك، وانا معاكم لنهايه المحاضره اكيد. جزاكم الله كل خير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع البيم، بس هنتكلمه من وجهه نظر اخرى، الا وهو هل البيم ده واقع حقيقي ولا فقاعه؟ يعني حاجات كتيره جدا بتطلع في السوق وبتقعد فتره وترند والناس كلها متابعاه وناس كتيره بتاخد فيها شهادات، وفي الاخر بيطلع ان هو ولا حاجه، في حاجات كتيرة جدا يمكن ما بتكملش، فعشان كده الناس مش متذكراها. بس يعني في كذا حاجة طلعت والناس كانت انبهرت بيها وافتكروا ان هو علم حقيقي، وفي الاخر طلع مش علم ولا حاجة. فده اللي احنا هنتكلم فيه. يعني انا شغال في مجال البيم تقريبا من 2007، ف في اثناء ما انا شغال في البيم في حاجات كتيره بتطلع بتبقى حاجات قويه، وفي حاجات بتطلع ونعتقد انها قويه، والشغل بتطلع برامج او افكار مش قويه. فده اللي احنا هنبدا نتكلم فيه مع بعض، هل البيم هيبقى مفيد ليا ولا لا، واشمعنى البيم، يعني اشمعنى التركيز على موضوع البيم، رغم ان ممكن تكون في بعض التكنولوجيات الحديثه اللي ظهرت لكن ما خدتش الصدى الكبير جدا بتاع موضوع البيم. هو في الحقيقة لو احنا بصينا كده للصناعات اللي موجودة، لو بصينا لصناعة زي صناعة السيارات وقعدنا نبص من 50 سنة كان شكل العربية عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، هنلاقي فرق كبير. وكذلك في حاجة مثلا زي الموبايلات، اللي ما كانش فيه موبايلات من 15 سنة مثلا، دلوقتي مفيش واحد ما عندوش موبايل واتنين وتلاتة. وحتى يعني كنت واخد ابني معاذ متحف من المتاحف، فمن ضمن المتاحف دي شفنا التليفون اللي هو بتاع زمان اللي احنا كنا بنستخدمه في البيوت، اللي هو بسلكه وبتوصل بكابل وكده. فبقول ده التليفون، استغرب يعني، حس ان دي حاجه من العصر الحجري، ازاي ده تليفون وازاي كنت بتاخده معاك وهكذا. ففي نقله كبيره جدا في صناعات كتيره، لكن صناعة المقاولات تقريبا مفيش النقلة الرهيبة دي، هتلاقي نفس الأدوات تقريبا من 50 سنة. اللي عمل النقلة الكبيرة موضوع البيم. ليه البيم حاجة منطقية وحاجة ذكية جدا وحاجة لوجيك، وفي نفس الوقت أتاحت الفرصة لصناعات كتيرة جدا إنها تدخل في المجال. يعني لو انتوا شايفين الصورة ديت، الصورة دي من أحد المشروعات اللي احنا كنا عملناها في قطر، مشروع اسمه سيكوريتي فود، ده كان معمول لتخزين الطعام والحاجات ديت، بحيث لو الأكل اتأخر يبقى فيه حاجة الموجودة البلد، رغم مثلا وجود مشاكل أو الحاجة مش قادرة توصل أو حاجة زي كده. فكان في المشروع دوت كنا عايزين المالك يشوف المشروع بعينيه. يعني إيه بعينيه؟ يعني أنا ممكن أوري له مخططات الأوتوكاد، ودي الفرق بين الشغل بالنظام القديم والشغل الحديث اللي هو بتقنية البيم، إن هو يقدر يشوفها فيرشوال رياليتي زي ما أنا لابس نظارة كده، فمش شايف حاجة غير كأن أنا جوه المكان. وفعلا لما عملنا الموضوع دوت
كل واحد فينا الملك طبعا التعديلات اللي قالها نفذناها على الكمبيوتر في ساعتها، ما استناناش لما نبني المبنى كله وبعد كده يجي يقول لك لا 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 شيل لي ده اعمل ده غير، تمام. وطبعا اللي هو التعديلات اللي هو بيقولها ما بنقدرش نتكلم فيها، لا بنعملها على طول. بس فرق كبير جدا ان انا اعملها قبل ما المشروع يبدأ وان انا اعملها بعد ما يكون المشروع خلص. فالتعديلات على الكمبيوتر مش بتكلفنا حاجة، انما بعد ما انا اكون بنيت مثلا المشروع كله بعد كده هو الراجل يجي يقول لك لا لا انا المسجد ده مثلا مش عايز فيه اي اعمدة خالص في النص، مش عايز اي اعمدة تقطع الصفوف، فده تكلفة كبيرة جدا تغيير للنظام الانشائي. او يقول لك لا لا انت عامل لي الحمام السباحة مثلا في الحديقة، لا انا عايزه فوق السطح. فتخيل التكلفة، وده بيحصل فعلا في مشاريع كتيرة. فلما انا اكون عارف التعديلات ديت قبل ما ابدا شغل ده بيوفر فلوس كتيره جدا في الورك، في الورك اللي هو اعاده العمل ديت، في رسائل دكتوراه وماجستير كتيره جدا في النقطه دي بالذات، تمام. فمجال البيم اتاح لي موضوع ان انا اتخيل شكل. على فكره لما جربنا النظاره دي الفيرشوال رياليتي كل مهندس من اللي موجودين اول مره يشوف حاجه زي كده فاجربها، فكل واحد اكتشف انه عنده اخطاء. انا بتكلم على حاجات عملية مش حاجات نظري، لا اكتشفنا فعلا اخطاء في الشغل بتاعنا وبدأنا نصلحها، تمام. يعني على سبيل المثال في المشروع دوت وانا حاطط الصورة ليه هنا، كان في شغل هنا كهروميكانيكال موجود، فالشغل الكهروميكانيكال دوت الميكانيكال اكيوبمنت اللي هنا كان اللي بره المسجد شايفه، فقال لك لا ده انت لازم يا اما تعلي البرابت وتحرك لي الميكانيكال اكويبمنت شويه بحيث ان اللي بره ما يشوفش الحاجات دي. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي انتبهنا ليها لمجرد ان احنا بس ايه لبسنا النظاره دي وشفناها. في بعض الحاجات ما كانتش باينه في اللوح، اخطاء زي مثلا شغل مثلا بايب كان خابط، مثلا مش خابط في الباب بس هو سدد الباب، يعني هاجي افتح الباب هلاقي بايب في وشي، فهو ما يعتبرش كلاش بس هو في الواقع خطأ كبير جدا. فلما لبسنا النضارة بتاعت الفيرشوال رياليتي دي وبدأنا نمشي بيها اكتشفنا حاجات كتيرة جدا. النضارة دي ما كانش ينفع من غير البيم، يعني تكنولوجيا الفيرشوال رياليتي هبدأ اسحبها من السوق وابدأ استخدمها في مجال الكونستراكشن، تلاقيها ما ينفعش لان لوحة الاوتوكاد غير مهيئة لكده، حاجات 2D ومش مفهومة ببعض. لوحة الاوتوكاد انا اشتغلت فترة طويلة اوتوكاد، فما فيش علاقة بين الدور الأول والدور التاني، مفيش علاقة بين السكاشن والبلانات. ايه اللي يخلي الكمبيوتر يفهم ان دي بتاعت الدور الأول ودي الدور التاني؟ مفيش. انما في البيم كل حاجة مرتبطة ببعض، لو انا عدلت حيطة في الدور الأول بتعدل في جميع الأدوار وبتعدل في السكادول وبتعدل في 3D وبتعدل في كل حاجة موجودة في المشروع. دي ميزة البيم، دي الفكرة كلها من موضوع البيم. في تكنولوجيا كتيرة جدا دخلت لمجال الكونستراكشن وفرق كتير جدا وما كانتش هتنفع من غير البيم، زي الفيرشوال رياليتي، زي الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي ان انا بشوف المبنى على وضعه الحالي مع ان انا بدخل معاه حاجه خاصه بالتصميم بتاعي. يعني على سبيل المثال احنا لسه ما ابتديناش بنا وعايز اشوف شكل المشروع هيبقى عامل ازاي مع المباني اللي حواليه، فبنزل الموقع وبلبس النظاره ديت وبقول له ادمج لي اللي انا شايفه دلوقتي مع التصميم، فابدا اشوف هل فعلا المبنى ده لما هيتبني ويخلص هيكون شكله مناسب للمباني اللي حواليه ولا لا. طيب بدانا نعمل شغل كهروميكانيكال، عايز اتخيل شكل الشغل بتاع الكهروميكانيكال، بدانا عايز اتخيل شكل الشغل لما هيخلص. طيب خلصنا المشروع خالص، عايز مثلا احفر حفره مثلا او عايز اعمل اوبننج في قلب حيطه او عايز ادق مسمار او عايز اعمل صيانه بالنطره دي، ببقى شايف اماكن المواسير البايب اللي ورا الحيطه. مش معنى كده ان انا عندي اكس راي فشايف المواسير، لا ده هو بيقول لي كان في ماسوره هنا على ارتفاع متر وداخله جوه الحيطه مثلا 2 سنتي، فانا من خلال النضاره ديت ببقى شايف التصميم اللي انا عامله، تمام، لوح اسبلت يعني بعد ما تنفذ المشروع مدمج مع الواقع اللي انا عايش فيه. فدي حاجه ممتازه جدا. الديكور بدل ما اقعد اخلي الناس تحط مثلا سرير وبعد كده تحط الدولاب وتحط الكراسي وبعد كده اكتشف ان في غلط فعدل، ممكن من خلال الموبايل ابدا احط الحاجات وابدا اتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي. دي تكنولوجيا اللي هي بتاعت الاوجمانتد رياليتي اصبحت متاحه. في تكنولوجيا مثلا كمان زي موضوع الروبوت، طب انا ممكن اقول للروبوت خد اللوح الاوتوكاد وابدا اشتغل، مش هيفهم حاجه، مش هيفهم ايه المطلوب،
مش هيفهم ده على ارتفاع كام، مهما اديته معلومات مش هيقدر يفهم حاجه خالص الا لو اديته الموديل معمول بتكنولوجيا البيم. ساعتها بيبدا ينطلق ويبدا يشتغل والحاجات دي كلها. نقدر ساعتها بقى نستخدم تكنولوجيا كتيره جدا زي مثلا الطياره الصغيره بالدرون اللي هي بتبدا ممكن تاخد العناصر وتشيلها وتحطها في الاماكن بتاعتها، حاجات عاليه مش قادر انا اوصل لها. ما دام هو فاهم المكان بتاعها بالظبط باستخدام تكنولوجيا البيم اقدر استخدمه في ان هو ينقل العناصر. طبعا ثلاثيه الابعاد دلوقتي، طبعا ثلاثيه الابعاد مش بتطبع مجرد نماذج للمباني، لا ده بتطبع مبنى كامل، يعني ممكن تعيش في مبنى المبنى ده ما بناش فيه انسان اي حجر، لا ده هو كله من خلال الطابعة ثلاثية الأبعاد قعدت هي اللي بنت الحوائط وبنت كل حاجة. وممكن يعني كان من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجهنا وهنتكلم عنها دلوقتي، إن أنا كنت ممكن أبعت للمصنع أقول له صنع الحاجات ديت، فالمصنع يقعد يشتغل في الحاجات ديت وبعد كده يبعتها لي واكتشف إن كلها غلط، البري فابريكيشن كله غلط، بيجي نوصل نلاقي حاجات أطول أو أصغر زي ما هنشوف مع بعض أثناء المحاضرة. فالبيم حل لي مشاكل كتيره جدا لدرجه ان احنا يعني احنا كنا زمان لما كنا بنشغل اوتوكاد بنبقى واثقين 1000000% ان الشغل بتاعنا بيتباعد بيطلع فيه غلطات والمقاول بيقول لنا عليها وبنبدا نحلها وبنبعت ار اف اي وبنبدا نشوف، يعني ده اساسي في الشغل. لما استخدمنا البيم وقدرنا ان احنا نشوف السوفت وير الكلاشات ازاي، والسوفت كلاش والهارد كلاش، الهارد كلاش يعني كلاش حقيقي حاجات خابطه في بعض في الواقع، سوفت كلاش ممكن ما يكونوش خابطين بس الكود بيمنع ان هم يكونوا قريبين من بعض، زي مثلا الووتر مثلا مع الالكتريكال ممكن لو حصل تسريب يحصل فيه مشكله او تحصل ان الكهرباء تقطع، فبيبقى في مسافات بتحدد حسب الكود. فدي بدأنا ان احنا نتجنبها، فبقينا نبعت فالمقاول يبعت يستغرب ازاي الشغل ما بيتعطلش، ازاي الشغل بيقف يعني مستمر بدون ما يبقى نقعد نبعت ار اف اي ومشاكل وحاجات زي كده كتير. فدي في فكره استخدام تكنولوجيا البيم. هنبدا مع بعض، طبعا انتوا ادرى مني بموضوع البيم فهنعدي عليها سريعا. زي ما انتوا عارفين ان هو الفكره من موديل بيم، ازاي اقول ان ده موديل بيم او مش موديل بيم، معانا فكرة ان هو بيم ولا مش بيم، ان انا اقدر احط كل معلومات المشروع اللي انا محتاجها عشان اخد قرار. لو عملت سيلكت على الضغط ده يقول لي ان ده ضغط، لو عملت سيلكت على الحائط يقول لي ان ده حائط ويجيب لي كل الخصائص اللي انا محتاجها عشان اخد القرار. لو انا عملت سيلكت على البايب يقول لي طب ما ممكن يكون 3 دي بس مش بيم، يعني ايه؟ يعني كل ما اعمل سيلكت على واحد فيهم او يقول لي ان ده ماس ده ماس ده ماس. وساعات بيحصل يبقى ناس بتستخدم برنامج من برامج البيم لكن هم بيستسهلوا وبيعمل كل حاجه موديل ان بليس، فتيجي تعمل سيلكت على الميكانيكال اكويبمنت يقول لك دي ماس، ما فيش اللينكات ما فيش حاجه متوصله بيها او متوصله بس شكلا، بس لو انت حركت المكنه الحاجات دي كلها مش هتتحرك معاها، فده مش بيم. ده نقدر نقول ان ده تدليس في البيم، ان ده بيعمل بيم وهمي مش بيم حقيقي، مجرد ان هو عارف ان هو في العقد مطلوب منه ان هو يبعت لوحه اوتوكاد فبتطلع 2 دي شكلها مظبوط، لكن في الواقع ولما نيجي نستلم الموديل بنكتشف ان كله غلط. والدليل ان انا لو قلت له اوجد لي الحصر مش هيقدر يوجد لي الحصر لان هو ما عندوش ده ميكانيكال اكويبمنت او ان ده بايب او ده ضغط او كده. لو انا قلت له اعمل لي كلاش ديتكشن اوجد لي اماكن الكلاشات مش هيعرف فين الكلاشات، فده مش بيم، ده يعني نوع من انواع التهريج او نوع من انواع الغش في البيم. تمام. طيب البيم هي بيلدينج انفورميشن موديلنج او مانجمنت. بيلدينج بيدخل معانا كل المباني وبيدخل معانا المدن وبيدخل معانا الكباري وبيدخل معانا كل الحاجات ديت، وبرضه بتشتغل معانا اثناء مرحله الكونستراكشن واحنا بنبني، وحتى بعد ما بنبني بيبقى فيه ان انا اقدر استخدم البيم دوت. تمام. الانفورميشن اهم حاجه، لو انا عملت سيلكت على عنصر يبدا يقول لي كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان اخد قرار. ممكن انا اكون مثلا مدير مشروع او مدير قسم المعماري او انا مهندس انشائي، فمحتاج ان انا اخد قرار هعمل ايه، فهو يقدر يفيدني في اتخاذ القرار دوت. لذلك في انواع كتيره من انواع الاداره، طبعا الاداره اللي هي بتاعت البي ام بي اللي هي الخطوات ورا بعض، وفي الإدارة التانية اللي هي اللين والأجايل، كل الأنواع الإدارة ديت عشان يعرف يدير لازم يبقى عنده انفورميشن، لازم يبقى عنده معلومات تفيده، يعني هو عنده قرارين مش عارف ياخد أنهي قرار،
طب هياخد من خلال ايه؟ هيقعد يقول حادي بادي كرم بزبادي شالوا حطوا كل على دي او اي حاجه من الحاجات ديت، ولا من خلال المعلومات وان هو يعمل مقارنه ويبدا يشوف انهي واحده فيهم اللي هتاخد وقت اقل او تكلفه اقل والحاجات دي كلها. فلازم يبقى عنده معلومات ومقارنه بين الاثنين ويشوف انهي الافضل. فالبيم بيديله المعلومات ديت. قبل البيم طب كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعملها من خلال الخبره. انا عملت مشروع قبل كده وشفت في المشروع دوت ان الطريقه دي كويسه، ما ممكن تكون الطريقه التانيه كانت احسن بس انا ما جربتهاش. فالفكره كلها ان لازم يكون عندي معلومات اقدر اخد من خلالها القرار بشكل علمي. الموديلنج ان انا لازم يكون 3 دي، ده ابسط حاجه. طبعا في عندنا ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي، بس هو الاساس ان انا لازم يكون عندي حاجه ثلاثيه الابعاد وبعد كده نقدر نبني عليها. انما لو احنا عندي كلام كتير مكتوب وبيوصف كل العناصر ما نقدرش نقول ده بيم، لازم يكون موديلنج. ودلوقتي اصبح في ناس كتير بتقول لك بيلدينج انفورميشن مانجمنت، اداره المشروع، لان هو مش مجرد موديل وخلاص او حاجه 3 دي، لا ده هي الفكره كلها ازاي انا استخدم الشغل دوت في اداره المشروع، في ان انا اخد قرارات تفيدني في المشروع. طيب طب اي حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل؟ لو في حد عنده سؤال يفتح بس المايك وان شاء الله نتناقش فيه. طيب نتيجة لموضوع ان الناس جربت البيم ده ولقوه مفيد جدا وبشكل قوي جدا، تمام. وزي ما انا قلت انا بدأت مثلا في 2007 مثلا، الفكرة نفسها بدأ من الفكرة كفكرة من 1962، كان احد العلماء عمل بحث كده ان احنا لو قدرنا نعمل نموذج لكل المشاكل الموجودة في المبنى فده هيسهل علينا كتير جدا. وبعد كده بدأت شركة جراف سوفت عملت النموذج الأولي للأرك كاد سنة 82 تقريبا. فناس كتير بدأت تجرب الموضوع وبالذات الدول الاسكندنافية وبريطانيا وسنغافورة، فلقوا الموضوع قوي جدا فقال لك نبدأ نطبق البيم. طب ايه اللي لقوه مبهر قوي بحيث ان هو يخلوه اجباري ويخلوا فيه اكواد ويخلوا فيه مؤتمرات وحاجة قوية جدا؟ ان هو اول حاجة بيقلل استهلاك الموارد، بيوفر لي. فدي نقطة خلينا نفكر فيها. يعني لما حد يقول لنا الدول العربية محتاجة بيم ولا مش بيم، يقول لك لا الاولى نشوف حاجة تانية، البيم ده حاجة رفاهية. لا، البيم مش رفاهية، البيم هيوفر لي. يعني المشروع لما يكلف مثلا 50 مليون وقدرت اطبق البيم، ومش هقول لك ان هو وفر التكلفة النص، لا وفر مثلا 5 مليون، فده ممتاز جدا ان هو قدر يوفر لي فلوس، قدر يوفر لي وقت، قدر يوفر لي الكواليتي اللي انا عايزها، قدر يوفرها لي، قدر يديني حاجه كواليتي اعلى. كواليتي من خلال ايه؟ من خلال ان هو قلل المشاكل اللي بتحصل. بدل ما صنع الحاجه وبعد كده تحصل فيها مشاكل وبعد كده نكسر وبعد كده نعمل، يعني في مشروع قبل كده بعد ما عملوا البيمز اكتشفوا ان في ضغطات هتعدي، طب خلى الضغطات تنزل تحت البيم، قال لك الارتفاع مش مناسب فاضطر ان هو يكسر البيم. طب يكسر البيم دي معناه ان هو ما عملش بيم اصلا، يعني احنا ساعات بنفتح فتحات صغيره بدراسه معينه في قلب البيم، انما ان هو يكسرها كلها دي كده غير النظام الانشائي وبدا يكبر الاعمده وبدا يعمل حسابات كتيره جدا وقصه طويله جدا، لان ده سيفتي، حاجه ما فيهاش هزار، ما فيش حاجه اسمها عديها. فدي مشكله. في احد المشاريع كانت مستشفى وكان فيهم غرفتين للعمليات، غرفة فيهم اكتشفوا ان المكنة مش هتنفع تقف، يعني المكنة اللي هم جايبينها ارتفاعها اقل من السيلينج. فالدكتور صاحب المستشفى عمل مشكلة كبيرة جدا، لان كده غرفة واحدة اللي شغالة، لو حصل مشكلة ممكن المريض يموت، ومشكلة كبيرة جدا. وقعدوا بقى يعملوا دراسات معمارية وانشائيا ما نفعش الموضوع خالص. وكان الحل الوحيد ان هو يبدأ يشوف كل الشركات اللي شغالة في المجال ويبدأ ياخد منهم كتالوجات ويبدأ يشوف اكتر مكنة تكون قصيره بحيث انها تدخل وما تتعرضش مع الـ مع الـ مع السيلينج ومع الحاجات دي كلها، ولقى مكنه بس بضعف السعر وجابوها واشتغلوا بيها. فدي كانت من ضمن المشاكل. طيب ايه الدول اللي بدات تطبق البيم اجباري؟ الصين بدات تتبنى موضوع البيم دوت، الدنمارك اجباري وبيطبقوا حاجه اسمها اوبن بيم، ده كود ستاندرد كده عملها منظمه اسمها بيلدنج سمارت. بيلدنج سمارت ديت منظمه غير هادفه للربح، فتعرف انها بتكسب كتير، يعني مكونه من اكبر شركات شغاله في مجال الكونستراكشن زي اوتوديسك زي جرافيسوفت زي كلهم بداوا
يتعاونوا في ان هم يوجدوا لغه مشتركه بينهم. ليه لغه مشتركه بينهم؟ دلوقتي اوتوديسك عامله البرامج بتاعتها بامتداد معين، وجراف سوفت عاملاها بامتداد معين، وتكلا عاملاها بحاجه معينه، فمش قادرين يتبادلوا المعلومات مع بعض. انا ممكن ابعت لك الموديل بتاعي، بس انت البرنامج بتاعك مش قادر يشوفه، مش قادر يتعامل معاه، ومش قادر يسحبه عنده، فاقول لك سيفه لي كاد 3 دي، فانت خدته كاد بس خلاص، فقط فكره ان هو بيم مبقاش فيه انفورميشن. فبداوا يعملوا بيلدنج سمارت عشان توحد المقاييس، فعملوا حاجه اسمها اوبن بيم، عملوا حاجه اسمها اي اف سي، عملوا حاجات كتيره جدا، لغات مشتركه، لغات تسهل الشغل على الناس، تقلل المشاكل اللي موجوده. سنغافوره من 2015، كوريا الجنوبيه طبعا، الشماليه مالناش دعوه بيها، فيعني ما فيش معلومات عنها. بريطانيا اجباري من ابريل 2016، اسكتلند من 2017، امريكا عندهم حاجه اسمها جنرال سيرفيس ادمنستريشن، يعني اللي هي بتعمل المباني العامه وبتعمل الحاجات بتاعت الدوله والحاجات دي كلها، ده اجباري لو انت عايز تتعاون معاها. في امريكا البيم مش اجباري، بس لو انت عايز تشتغل في مشاريع حكوميه، وتقريبا يعني في كل دول العالم سواء الدول الراسماليه او الدول اللي هي الشيوعيه، بدون كلام في السياسه، بس الدوله بيبقى معاها تقريبا 60% من المشاريع، تمام؟ ممكن في الدول التانية اكتر اقل، بس هي في حدود 60% من المشاريع بتاعت الدوله. فاللي عايز يشتغل لازم يغطي الاحتياجات بتاعت اداره الخدمات العامه، او مثلا هنا اسمها اشغال، في هنا في في كل دوله بيبقى ليها اسم، بس هتتعامل مع الدوله دايركت عشان تاخد منهم مشاريع. في استراليا في مناطق اجباريه، في دول كتيره بدات تطبق البيم، وعندنا بلديه دبي عملت كود قال لك ان هو مثلا اكتر من 20 دور لو دوله حكوميه وهكذا، كان كاتبينها الاعلى من 40 دور، وبعد كده خلوها 20، واي مباني متخصصه زي المستشفيات والجامعات، بس هم ما عندهمش ستاندرد او كود. الكود الوحيد في الدول العربيه كان في مصر، كان في 2019، انا في الفتره دي كنت في مصر زياره، فحضرت المناقشه بتاعته، ويعني الاسامي اللي مكتوبه في الكود ناس محترمه جدا، وناس نعرفهم دايما بالخير، وناس عندهم علم ومعرفه، فطلع حاجه كويسه. طيب، اهم ميزه في البيم المحافظه على الموارد الاجيال القادمه، يعني موضوع الاستدامه، يعني موضوع ان انا هبني المبنى، مش هقول ان احنا مش هنبنيه، لا هنبنيه، بس ما يبقاش فيه هدر الموارد. ساعات الهدر بيوصل ل 20% في احسن الحالات، يعني ساعات بيوصل ل 40 و50 و100% هدر المواد، تمام؟ هدر ان انا مثلا المشروع المفروض هياخد مثلا 100 طن حديد، بس النتيجه ان انا عمال اكسر واعمل وري وورك، والراجل العميل ما عجبوش، وانا ما بكونش عامل تصميم صح، واكتشف مشاكل واعمل، اتكلف اكتر من كده بكتير، فده هدر الموارد. احنا عايزين الاجيال القادمه تلاقي الموارد الطبيعيه موجوده، ما تضطرش تحصل عندها مشاكل، تمام؟ ولذلك لو احنا جينا نبص على الموارد ونروح بعيد بقى، نسيب كوكب الارض ده بكل المشاكل اللي فيه، ونطلع مثلا على المريخ. وكالة الفضاء الأوروبية بتفكر إنها ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتنافسوا طبعا على موضوع إعمار المريخ، فوكالة الفضاء الأوروبية قالت احنا عايزين نبني مباني في المريخ، فقال لك الموارد اللي في الارض لو احنا رفعناها هناك، الكيلو بيكلفنا تقريبا 1000 دولار، فموضوع مكلف جدا، عشان نقل طوبه هتكلفنا كتير. فقال لك احنا هنشتغل بثلاث تقنيات عشان نقدر نبني في المريخ. التقنيه الاولى هي موضوع ان انا هستخدم البيم، ان انا لازم يكون عندي موديل سليم جدا اقدر اشتغل عليه، ما فيهوش اي مشاكل ممكن تحصل، يعني ما ينفعش وانا في المريخ ومتكلف كتير جدا اكتشف وانا ببني ان لا في حاجه غلط، او ان هنا مثلا المفروض ان كان في اوبننج موجوده واضطر ان انا اكسر واعمل. فقال لك لا، لازم كله يتعمل بالبيم. التكنولوجيا التانية موضوع البرينتر 3D، هنقعد نطلع عمال ويقعد بقى يعمل خلطة ويبدأ يحط الطوب ويحط الأسمنت، ما عندناش الكلام دوت، تمام؟ ما مش هنجيب العمال اللي هما بيشتغلوا ونقعد نديهم كورسات في ان هما ازاي يشتغلوا في الفضاء. فقال لك اطبع برينتر 3D واطبع المبنى كله. تالت تكنولوجيا، التكنولوجيا دي بقى يتبناها المهندس المصري حسن فتحي، الا وهو انظر تحت قدميك وابني، ان انا هبني من نفس المواد اللي موجوده في المريخ.
فدي طريقة إعمار المريخ هيكون من ضمنها موضوع البيم وموضوع ابني تحت قدمك وابني والبرنتر 3D. طيب احنا من زمان موضوع ان الناس بتشتغل بالكاد، فحصل نقلة كبيرة. الأول كانوا شغل بالإيد وبعد كده اتنقلوا بقى لموضوع الكاد، فكانت نقلة كبيرة جدا، وفي ناس كتيرة سابت الشغل خالص، وفي ناس كتيرة حصل لها ربكة. النقلة بقى من الكاد للبيم دي نقلة أكبر بكتير، لأنها بتغير التكنولوجيا أو بتغير طريقة تفكيرك. بمعنى إيه بتغير طريقة تفكيرك؟ بمعنى إن البيم محتاج نوع من أنواع التعاون. ما ينفعش الشركة تقول لي لأ أنا مش هسلمك الحاجة غير في الآخر، أو أنا خايف حد يسرق معلومة أو لأ. في حاجة اسمها كومن انفايرومنت، سي دي اي كومن داتا انفايرومنت، كومن داتا انفايرومنت، كلنا حاطين معلومات في نفس المكان، وانا لما احب اخد معلومه ادخل اخدها، فلازم نتشارك المعلومه. فلو ما عندهمش فكره مشاركه المعلومه دي بيقوم سوسوس، المشروع هيفشل. تمام، فانا بعتذر على الدوشه اللي موجوده ديت، بيحتفلوا بعيد ميلاد الاولاد يعني. المهم كومن داتا انفايرومنت بيبقى فيها كل المعلومات موجوده، سواء بقى معماري انشائي كهروميكانيكال. فلو انا عايز معلومه، انا مهندس كهرباء مثلا وعايز اعرف معلومه خاصه بالكهرباء بتاعه الاسانسير اللي جاي من السبلاير، هدخل هلاقيها جاهزه وعارف مكانها بالظبط فين، وبدخل اعمل سيلكت على العنصر اخد كل المعلومات اللي انا عايزها. مهندس انشائي وفي اسانسير، هدخل هلاقي المكان الاوبننج واعرف احمال الاسانسير واعرف الفتحات وهكذا. فكل واحد بيلاقي كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها لاداره المشروع. فلو واحد فينا ما عندوش العقليه ان مشاركه المعلومات ومصر ان هو ما اداليش غير اخر المشروع، دي هتعمل له مشاكل كتير جدا. وحصلت معايا قبل كده في مشروع ان كان المعماري وكهروميكانيكال مع شركه، والاستراكشر مع شركه ثانيه، والاثنين متنافسين. فالاستراكشر مصر ان هو مش هيدي الشغل غير في الاخر خالص. فانا بقول له على اي اساس يعني في الاجتماع؟ المعماري مش هيعرف يعمل شغل من غيرك. وقال لي لا، العقد بيقول ان انا مش هسلمك غير اخر مشروع. قلت له صح، انا هستلم منك في اخر مشروع تمام كمالك، بس لازم تسلم وتشتغل مع التاني، انتوا الاتنين في فريق واحد، لازم كل يوم شغلك يبقى وصل له هو. ما ينفعش فكرة ان انا هستنى لاخر مشروع وبعد كده ابعت له حاجات، ما هو كده مش هيلحق يعمل شغل، وانت لازم تستلم منه كل الشغل. هو ممكن يكون محتاج اوبننج معينة في الحاجات، فيبعت له شغل الكهروميكانيكال باخر التعديلات، بحيث ان انت تعرف فين الاوبننج والحاجات دي. دي مثلا لوحه موجوده في العراق تقريبا من 4500 سنه حاجه زي كده، وموجود في يعني لو قعدنا ندور على المخططات التو دي هنلاقي حاجات من الاف السنين. يعني في حاجات شفتها انا في معبد لاحد العرامسه الملوك المصريين القدماء، برضه عامله كده مخطط للمكان اللي هو المعبد او المكان اللي دفن فيه. فما ينفعش ان احنا لغايه دلوقتي بعد كام الف سنه نرسم المخططات بنفس الشكل دوت، لا لازم يكون في ابديت احنا شغالين عليه، والا هيبقى ايه الفرق؟ لكده مفيش تطور في صناعه البناء. فلازم احنا نبدا نشوف اخر حاجه تكنولوجيا، ويشوف ايه الحاجه اللي نزل بعد اللي انا قلته وابدا اشتغل عليه وهكذا. تمام، طيب ده مثلا مشروع كان موجود اللي انا وريتكم صورته في الاول. كان فيه في العقد فكره او في العقد شرط معين ان لازم الموديل المالك يشوفه ابديتد في اي لحظه في اليوم، يعني في اي لحظه جه في دماغه ان هو يشوف الموديل يدخل يلاقيه. تمام، فقعدنا نفكر والحاجات دي كلها، فلقينا ان هو فعلا في حاجه ممكن تشتغل مع البيم تعمل مشاركه للموضوع. طبعا احنا عندنا بيم 360 بس التكلفه عاليه. كل مشروع بيبقى ليه حالته خاصة، يعني في مثلا كومن انفايرومنت احنا ساعات بنستخدمها، بس في بعض الدول بتقول لك لا الحاجة دي مش هينفع تستخدمها في المشاريع بتاعتي. تمام، في بعض الشركات بتبقى ممنوعة بقانون البلد ان الحاجة دي مثلا السيرفر بتاعها معلوش حماية، في اي حد ممكن يدخله، وانا المشاريع بتاعتي مهمة فمش هينفع ان انا احطها على الكلاود دوت. لا، ده السيرفر ده موجود في دولة تانية، انا عايز السيرفر يكون في الدولة بتاعتي انا بس، لان دي حاجات خاصة أو حاجات فيها مشاكل أمنية أو حاجات زي كده. فكل مشروع بيبقى ليه حالته الخاصة. تمام، فلقينا بديل يعني بيم 360 لأنه مكلف والسيرفر فيه برضه مشاكل معينة، فاخترنا حاجة اسمها بيم تراك. فيه برضه اختيار آخر اللي هو زي بيلدر، وده مصري.
بس ساعتها ما كناش كانش موجود يعني، فاحنا اشتغلنا على زيبلت. لو انت بصيت على الموديل دوت هتلاقي في فتحات احنا عملناها بعد كده يعني، يعني في جزء هنا في الفتحات، هحاول افتح لكم الموديل. اضطرينا ان احنا نعمل فتحات على اساس ان احنا عملنا الضغط كان اعلى من السور، فلما عملناه اعلى من السور بقى الناس شايفاه من بره، فبدأ يبقى في مشكلة، فبدأنا ناخد بالنا ونعمل فتحة في البربة نفسها، بحيث ايه ان احنا الضغط يبقى اوطى فالناس ما تشوفوش من بره. فدي فكرة ان احنا قدرنا نعالج المشكلة قبل ما تظهر، لان حصلت المشكلة دي في مشروع تاني، واحد الناس المسؤولين كان معدي وما عجبوش ان هو شاف الشغل الكهروميكانيكال من بره المبنى، والمبنى فخم جدا وشكله جميل جدا ومعمول له فساد رائع، فلا وقفوا الشغل في المشروع وحلوا لي المشكله بتاعت البرابت والحاجات ديت. تمام، انا مش عايز اشوف حاجه ظاهره بالشكل ده. طيب البيم تراك كان فيه ميزه ان انا طول الوقت بشوف واقدر اكتب كومنت واعمل اساين، يعني اللي هيحل المشكله دي فلان، مثلا عمر سليم اهو ده الايميل بتاعي، ودي الشركه اللي انا كنت شغال فيها. تمام، وقدرنا ان احنا نعمل تعديلات في الشغل بسبب الفيرشوال رياليتي اللي احنا استخدمناه في المشروع دوت. ده الموديل اهوت، وده المخطط، والمخطط دوت لو قعدت تبص فيه 100 مره مش هتقدر توجد المشاكل، يعني المشاكل ما كانتش باينه اصلا هنا، المشاكل ظهرت لما شفناها في 3 دي وشفناها في الموديل بالشكل دوت، وتكلفه التعديل كانت لا تذكر يعني. طيب برضو من موضوع البيم ان انا اقدر احدد التكلفه قد ايه بالظبط. تمام، خلينا نفتح المشروع دوت. اضطرينا ان احنا نعمل تعديلات في الشغل بعد ما شفنا المشروع. تمام، ده الحصر بتاع المشروع، نقدر نحدد تكلفة المشروع ونحدد الربح اللي احنا عايزينه ونحدد المشروع هيكلف قد ايه. كنت شغال في قسم البلاننج في شركة الخياط، ودي اصلها سوري وبعد كده موجودة تركيزها في قطر وليها مشاريع في المغرب. قدرنا نحدد التكلفة بتاعة المشروع قبل ما نبدأ فيه، وده خلانا ناخد كذا ناقصة وكذا حاجة بسبب إن احنا تبنينا فكرة البيم في المشروع. ده فيديو سريع بيوضح لنا فكرة السيموليشن وازاي ان احنا نقدر نتخيل المشروع هيبقى عامل ازاي. والفكره مش مجرد شكل، الفكره انا اللي هتبدا قبل اني وابدا انسق، وممكن تكون في اخطاء موجوده في الجدول الزمني وانا مش واخد بالي منها، فلما اعملها في الشكل دوت ابدا اتخيل واقدر اكتب السعر بتاع كل واحد فيهم، فاعرف يعني الفلوس اللي متاحه دلوقتي هتكفيني لحد شهر كام، وشهر كام لو ما بقاش معايا فلوس هضطر ان انا مثلا اوقف الشغل، فلازم اطلب يعني فلوس اكتر او اطلب زياده او حاجه زي كده. يعني ممكن يكون صاحب المشروع عامل حسابه مثلا في 2 مليون، فاقول له 2 مليون دول هيكفونا مثلا لحد شهر مارس او ايار او اي شهر من الاشهر ديت، فمحتاجين يكون في فلوس بالشكل ده. تمام، فالناس بتفكر 4 دي ومجرد بس يعني بعمل شكل حلو للملك، لا ده تكنيكال كويس جدا. البلاننج عايز يوصل الفكرة او يوصل النظام الناس اللي معايا، فبيعملها بشكل قوي بحيث ان هم يتناقشوا معايا، وبحيث ان كل واحد فيهم يقول له مثلا لا انا مش هقدر مثلا اعمل حاجه ديت، لا هتتعمل انا مثلا شغال في الفساد وشغالين مثلا في الام اي بي من جوه وهكذا. فبرضو موضوع التكلفه بنعملها بشكل قوي جدا، موضوع التكلفه بحيث ان كل اعرف التكلفة كل عنصر قد ايه بالظبط، مش مجرد ان انا بقول له العمود ده هيكلف مثلا 100 دولار، لا العمود ده ممكن يكلفني مثلا عمالة قد ايه، يكلفني مثلا لو انا جبت مكنة معينة هكلف قد ايه، لو انا استأجرت حد هيكلفني قد ايه، فانا بكتب بحيث ان هو يقول لي لا ده هيكلفك مثلا 98 او هيكلفني 115، يجيب لي الرقم بالظبط مش حاجة تقريبية.
بالشكل دوت. يعني مثلا العمود دوت محتاج مثلا تسليح عبارة قد كذا، في فورم وورك قد كذا، في كونكريت، في كلادنج، في عمال، في ماتيريال، تمام. وابدا ادخلهم مع الجدول الزمني، العمود ده مثلا هيتعمل في شهر مثلا كان القانون الاول او كذا، فابدا اشوف تكلفه الاجماليه في الشهر ده قد ايه وهكذا. دي من ضمن المزايا اللي موجوده في البيم، والمزايا بتاعته لا تنتهي، كل واحد بيبدا يشوفها من وجهه نظر المناسبه ليه، تمام. بس انا بتكلم من الحاجات اللي انا فعلا في بعض المشاريع احتكيت بيها واشتغلت بيها. فمن فوائد الفايف دي او الموضوع كوست، ان انا اقدر اعرف المشروع هيتكلف قد ايه بالظبط، وهل فعلا المشروع كده بالطريقه الشكل ده هيبقى كيف ولا لا. ده المشروع هو تخليني استدعي كهروميكانيكال، لان هتيجي تبص هتلاقي في مثلا في فتحه احنا عاملينها هنا، تمام. طب ايه لازمتها الفتحه ديت؟ احنا فعلا اضطرينا ليها عشان ننزل بالضغطات. فخليني افتح لكم بقيه الشغل اهوت اوبن. شايف الضغط ده كان المفروض ان هو فوق البارابت، فقال لك لا نزله على اساس ان هو ما يبقاش ظاهر، ما كانش باين في المخططات ولا خالص غير لما استخدمنا تكنولوجيا الفيرتشوال رياليتي. قعدنا بقى نشوف هل العنصر ده فعلا الكيبل تري ده يبقى ظاهر هنا ولا لا، طب نخفيه ازاي وهكذا. فكل عنصر من العناصر بدانا ندرسه ونشوف هيتعمل ازاي، ونبدا نشوف هل مثلا في حاجه سد الباب او في حاجه فيها مشكله. طب انا عايز اعمل صيانه للجزء دوت، هعرف ادخل ولا هتبقى في حاجات ما تنفعش؟ لان ممكن بالنسبه لك الموضوع عادي في المخططات 2 دي، بس لما تشوفها في 3 دي لا، ده دي ممكن تسد عليا الطريق، فابدا اشوف طريقه تانية بحيث ان كل جزء اقدر ادخل اعمل له الصيانه بتاعته، تمام. يعني مش مجرد ان انا بعمل شغل خلاص، لا انا متاكد برضو من موضوع الصيانه، كل جزء محتاج صيانه اقدر ادخل له ولا لا وهكذا. طيب نكمل. دي تكنولوجيا مثلا اللي هي البري فابريكيشن، ان انا ببعت للمصنع واقول له صنع وابعت، تمام. الفكره كلها انا كنت بدي كورس في الريفت ام اي بي، وفي الكورس دوت كان تركيزنا على الريفت بس، ايه قالوا لنا احنا عايزين نشوف موضوع الفابريكيشن والحاجات ديت، فقلت لهم يلا. فكان عندهم مشكلة ان هو تقريبا 100% من الحاجة بتطلع غلط، بعد ما يبعتوها وتصنع في المصنع وتنزل بيلاقوا مشاكل كتيرة جدا، فدي كانت عاملة لهم مشكلة. فاحنا بدأنا نشوف الموضوع ان احنا نعملها بالفابريكيشن باستخدام تكنولوجيا البيم، واتحولت من ان 90% غلط ل 100% صح. فبقى كان الاول ايه، كانوا بيعملوا تركيزهم على الضغطات، فكان يعمل الضغطات بالمقاسات ويبعتها، فالمصنع او الموقع يلاقي ان الحاجه اطول، فيضطر ان هو يكسر بالشنيور او باي اداه لا مش بالشنيور، بالصاروخ بيبدا يقطع الحته الزياده، فحاجات بتترمي، ده هالك ممكن يلاقيها قصيره فيضطر يودي لها مكان تاني، فكان المشكله بتعطل جامد جدا، تمام. طيب ده مثلا كان في بعض الفيديوهات اللي احنا كنا عاملينها في موضوع شرح الفابريكيشن كاد ام بي، وطبعا في حاجات في المعماري وحاجات زي كده. فلما عملناها ان احنا خدنا الموديل من البيم وديناها لبرنامج متخصص في الفابريكيشن وعملناها، اصبح الموضوع مبهر، وجالنا كذا ايميل ان ازاي انتوا عملتوا حاجه بالشكل ده، الحاجه بتركب على طول. طيب في حاجه في اسلوب الاداره اللي هو اللين مانجمنت، حاجه اسمها لاست بلانر، ان كل العمال حتى اصغر عامل او كل الناس مش مجرد المهندسين بس يبقوا فاهمين فكره المشروع. فانا عايز يبقى فيه موديل موجود الناس تبدا تدرس المشروع بشكل حلو قوي. فلما كنا بنستخدم الكاد وبنقعد مع العمال ما كانش بيفهم، فكنا ايه خلاص لغينا فكره ان احنا نقعد مع العمال. انا بقعد مع رئيس الورديه واشرح له واقول له نفذ، يقول لي مش فاهم، اقول له مش مشكله بكره تعمل لي الخط ده وخلاص. فالموضوع كان صعب جدا، وممكن هو يعمل حاجه من وجهه نظره وبعد كده اجي تاني يوم الاقي الحاجه غلط، ليه؟ انا هو ده اللي انا فهمته. فلما بقينا نوريها لهم بقى 3 دي وبداوا يتخيلوا شكل المبنى هيتعمل ازاي، هو ده اللي هنوصل له، فاصبح المشاكل بتقل بشكل قوي جدا. وده احسن بكتير ان كل الناس اللي معاك فاهمه انت بتفكر فيه. وده شكل البرسنت بلان كومبليت والويكلي ورك بلاننج، وبدل ما هي كانت عباره عن ورقه بتتلزق على الحيطه، لا اصبح الحاجه 3 دي وبتعلم على كل جزء وتقول الوقت بتاعها امتى وهكذا. في مشكله برضو اللي هي البروكيرمنت سبلاي تشين، ودي يعني حتى الكلام عنها في البي ام بي الاصدار السابع،
ان ممكن حاجه تيجي قبل ميعادها فتتركن وممكن تبوظ، وممكن اضطر ان انا اجر لها مكان، وممكن تيجي بعد ميعادها فالشغل متعطل. فمشروع كنا شغالين فيه مع شركه الخياط كان مشروع اسمه ترافيك كنترول سنتر، دخلنا البعد الرابع والبعد الخامس، وحتى دخلنا موضوع اللوجيستيك، المكان نفسه كل حاجه تبقى موجوده فيها فين، تمام. فقدرنا نحدد كل حاجة تيجي امتى. انا عايز الميكانيكال اكيوبمنت دي تيجي في شهر 3، تيجي في شهر 4، تمام. فانا بقول له قبلها ب4 شهور، اقول له ما تبعتهاش دلوقتي، انا عايزها 21 مارس تجيب لي المكنة ديت، وهكذا. فاصبح الموضوع اسهل بكتير، مش محتاج ان انا اخزن الحاجة، ولا محتاج ان انا انتظر الحاجة تيجي امتى، ولا محتاج ان انا استعجل المصنع استنى لحد ما احل المشاكل. ميزة البيم او البيم اضاف لي ايه؟ اضاف لي ان ما بقاش في وقت بيتعطل فيه الشغل عشان حل الكلاشات، لا اصبح ان انا بستخدم البيم بشكل قوي ان انا اقلل المشاكل والكلاشات والحاجات دي كلها. ده المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه، واستخدمنا فيه البعد الرابع والبعد الخامس ترافيك كنترول سنتر. ده المبنى الاساسي وده الباركينج وهكذا. فقعدنا نحدد بقى المسارات بتاعة المشروع بقى موجود فين، المكان اللي هيتخزن فيه فين، المكان اللي لو حصل لا قدر الله حادثة فين، المكان المخصص لاستقبال المصابين او حاجة زي كده، والكرين المفروض هيبقى موجود فين. في مبنى كان صغير هنا فاضطرينا نحط له كرين لان الكرين ده ما كانش قادر يوصل. فقعدنا ندرس في مشروع تاني كان خاص بالجيش، فما قدرتش اعرض الصور بتاعته، بس كان عبارة عن مباني كتيرة، فاضطرينا ان احنا نعمل كرين متحرك، تمام. لو ما كانش جربنا الموضوع في البيم وكده كنا هنضطر ان احنا نركب تقريبا 7 كرين، احنا لا لقينا ان المواعيد البلانينج ظبطناها بحيث ان احنا استخدمنا 2 كرين متحرك بس، تمام. ولقينا حاجة كويسة جدا اللي هو تقييم الموردين اللي هو البي اس 91، ده الكود البريطاني، ان هو بيديك عوامل كتيرة جدا تختار الشركة السبلاير اللي هتشتغل معاك، ما بقاش بس المعيار الوحيد السعر، لا في معايير كتيره جدا. زي هل هو اشتغل في مشاريع مماثله، طب اكتب لي 3 مشاريع واكتب لي اسامي مديرين في المشاريع دي عشان اتصل اتاكد ان انت فعلا كنت شغال معاهم ولا لا، وهكذا. تقييم الجوده، تقييم للبيئه، تقييم للصحه والسلامه، وممكن تحط بقى شروط الموظفين اللي عندك مثلا. يعني ساعات بيبقى في بقى ايه، هل انت مشغل كلهم بيض ولا بيض وسود في الدول اللي هي فيها عنصريه وحاجات زي كده، فعايز تاكد ان الموضوع ده مش متطبق، وهكذا. يعني في شروط كده معينه تبدا تشوف ايه اللي انت عايزه. ده لسه انا كنت عاملها في مشروع قريب، عباره عن السكافولدنج او بالعربي ايه، ان انت عايز بتركب حاجات مؤقته، خشب مؤقت لحد ما تصب او لحد ما تعرف تركب الحاجة. كان عندنا فساد، هو مش فساد بالعربي، فساد بالانجليزي الواجهة، فانت محتاج ان انت بتركب سقالات بحيث ان انت تشوف السقالات دي انت محتاج كام واحدة، وهل اللي عندك كيف ولا لأ، وهل هتمشي مع الجدول الزمني. ما انا ممكن هي واحدة بس تكفيني بس هتاخد وقت كتير، فانا ببدأ ادرس مع البلاننج القصة ديت، فبوريها له 4D ووري له الحاجة بتتحرك. فبدأنا نعمل المبنى السكافولدنج والشغل دوت، تمام. طيب دي مشكلة حصلت أكتر من مرة كتير جدا، تمام. حصل مرة هنا في قطر، كنا شغالين في مول قطر بيم، وكان جنبينا مبنى مش شغال بيم، فندق. فبعد ما عمل المبنى كله صب استراكشر، جه شغل في جزء الام اي بي، لقى ان الكلاشات فوق سيلينج كتيرة، فمحتاج ان هو ينزل شوية. فلما نزل لقى ان هو هينزل مثلا لحد 1.80 متر، فيعني الشخص اللي طويل زي حالاتي مش هيقدر يدخل في الحاجة زي كده، وده فندق فمش هينفع. فاضطروا ان هم يوقفوا الشغل ويبدأوا يعملوا دراسة وايه الحلول، احنا مش عايزين يعني نوقع نعمل مشاكل وحاجات زي كده. بعده يدرسوا الموضوع الكلاشيت، تمام، لحد ما قدرنا بقى نغير نظام التكييف. طبعا احنا كنا مختارين نظام تكييف كويس وفي نفس الوقت سعره معقول، لا اضطرينا نشوف بقى اذا كان بدل الضغطات ممكن نشوف بقى حاجات اسبلت حاجه زي كده مكلفه ومرهقه في الصيانه، بس هي دي القصه، تمام. في مشروع في اسكندريه، هو في مش يعني بدون ذكر اسامي الشركات، في مشروع اكتشفوا المشكله ولقوا ان
فعلا السقف نزل واضطروا ان هو يوقفوا الشغل في المشروع، وحتى الان المشروع ده واقف. تمام، الشركه اللي شغلت فيه الشغل واقف، لان هو لما هيكمل شغل في كهروميكانيكال هتبقى حاجه قصيره جدا، مش هيقدروا يشتغلوا. تمام، وفي مشروع في اسكندريه لحقوا الموضوع ده من اوله، من هم لسه بيفكروا في التصميم من اول مرحله اكتشفوا ان مفيش مساحه. تمام، هو طول الوقت الكهروميكانيكال بيحاول ان هو يزود المسافه، والمعماري بيحاول لا يقلل المسافه بتاعت اللي بين السيلينج والسقف اللي فوقيه. فهم بقى حسب بقى قوه كل واحد فيهم. في مشروع انا سافرت مخصوص السعوديه عشان المشكله ديت. المشكله ان هم عايزين يحفروا 2 بدروم، فهم كانوا عاملين حساب كل واحد فيهم 3 و4 من 10. تمام، ف هل هيكفي ولا لا؟ ما ممكن يعمل كده واكتشف ان شغل الكهروميكانيكال او لاي سبب من الاسباب مش هيكفي. فانا رحت واكتشفت اخطاء كتير جدا في التصميم، فقعدنا نعدل فيها لحد ما ايه يعني قدرنا نوصل. كان في مشاكل كتير في التصميم، قعدنا نعدل فيها ونعدل لحد ما لقينا ان ارتفاع الدور يبقى 4.5. يعني هو كان مجمع كله في خط واحد بتاع الصرف، فطبعا الصرف هو الاكتر حاجه بيبقى فيها مشاكل. هو كان في المشروع ده كان هو ده اكبر مشكله، فقسمناه على مرتين وخرجنا من ناحيه ومن ناحيه دي بحيث نقلل. وبرده نفس الفكره، يعني هو لو ما كناش عدلنا في التصميم كان هيبقى في حدود 6 متر حاجه زي كده. تمام، وبعتنا له بقى لوح معينه وورينا له كذا تصميم، البروبوزال الاولاني كان كذا واحنا اضطرينا نعمل كذا. يعني هيبقى مثلا الارتفاع المواسير هتبقى ماشيه 1360، يعني لو الشخص يعرف يمشي ولا العربيه تعرف تمشي. تمام، فقعدنا بقى نظبط له الارتفاعات وبعتنا له والريكومند للبيزمنت 1 وبيزمنت 2 والحاجات ديت. ده مشروع في اسكندريه في مدينه العالمين. كان في فكره ان احنا نطلع بالكور الاول او المبنى دور يطلع. فدي فكره ودي فكره، ودي ليها ناس بتحبها ودي ناس بتحبها. فربطنا الجدول الزمني بالنموذج ووعدنا نعمل مقارنة وشفنا أفضل حاجة، لحد ما وصلنا إن الكور هو اللي يطلع الأول. يعني هل نطلع بالكور الأول وبعد كده ده يبقى بعد كده، ولا دور دور؟ فاكتشفنا الطريقة دي الأول هي الأفضل في موقف التنفيذ والكاش فلو. ده برضو كان فيه مشكلة إن الرسومات الهندسية بيبقى ساعات بيبقى فيها مشاكل، او يعني في مره من المرات لقينا ان الكهروميكانيكال بيقول ان في هنا فتحه في الاستراكشر والاستراكشر مش حاطط الفتحه، فاني الصح؟ ففي المخططات ما كانش باين حاجه خالص. تمام، فبدانا نقارن لحد ما اكتشفنا اني واحده وبعتنا لهم ار اف اي وحاجات زي كده. في الموديل بقى الموضوع واضح جدا، في هنا كان في 3 احواض دائريه بتستند على نظام كمري، وكان في بعضهم في كاميرات وبعضهم ما فيش كاميرات، فمش عارفين ان النظام الصح. فقعدنا نعمل في الموديل بقى ظهر معانا المشكلة دي وقدرنا ان احنا ناخد بالنا منها ونحلها. دي الفتحات اللي انا بقول لكم عليها، فقعدنا ندرس الموضوع ونحل المشكلة. فالموديل بيبين لي المشكلة كأنها حصلت. تمام، طيب في برضه مشكلة كان في مشروع من المشروعات، وكان المهندس الانشائي كان عاجبه فكرة البيم، فكان كل شوية بنقعد مع بعض ونتدرب عليها. في مرة من المرات انا بعمل لوك ثرو انا وهو، فاكتشفنا ان السلم ما فيش فيه اعمدة جنبيه، فهل ده نظام معين او الراجل عايز كده او الراجل عامل لها دراسة؟ فبعتنا للديزاين، هل انت تقصد ان فعلا مبقاش فيه اعمدة؟ فقال لنا لا، ده نسيت ان انا احط ال4 اعمدة يعني. فما شاء الله كان يعني الحمد لله لحقنا الموضوع في اوله قبل ما الناس تبدأ شغل. تمام، طيب في مشكله اسمها مشكله الملفات الكبيره، اللي هي عباره عن ايه؟ لما يكون عندي مباني كبيره وكل قسم باقسام مختلفه صعب جدا ان انت تفتكر مكان كل حاجه. تمام، فموضوع البيم بيخلي الموضوع اسهل. ليه؟ لو انت فتحت اي مشروع مثلا من المشروعات، انا الملف ده نقلته. طيب انا عايز افتح حاجه من اللي انا شغال فيها، بس للأسف هي كلها مش شغالة فموقفتش، فصعب إنها تظهر. طيب لو أنت بصيت مثلا على مشروع من المشروعات ديت، خلينا مثلا في المسجد، محدش يعترض على إن إحنا أظهرناه. لما بنيجي نشتغل عليه
بتلاقي كله في مكان واحد، يعني مش لوح اوتوكاد هنا ولوح اوتوكاد هنا والدور الاول هنا والدور الثالث هنا والدور الخامس هنا ولوحة معماري هنا، لا ممكن تجمعهم كلهم زي ما انت شايف وتقدر تشوف المشروع كله في مكان واحد، وتقدر تاخد سيكشن بشكل سهل جدا وبسيط في المبنى نفسه اهوت. تقدر تقول مثلا عايز تشوف على هيئة بوكس او على هيئة بلان، وتبدأ تحرك البلان لحد ما المبنى بتاعك يظهر. ممكن نقول له مثلا انا عايز، طيب ممكن نلغي السيشن، فتلاقي المشروع كله موجود معاك. فانت شغال انشائي بس اكتشفت ان في مشكله مثلا في الكهروميكانيكال متعارضه معاك، فتقدر تاخد بالك من الحاجات ديت. ممكن تكتشف ان هنا مثلا ده اللايتنج ده داخل في الكيبل تري، فتبقى عارف ان انت عايز تحركه. فلما يكون المشروع كله في مكان واحد بيبقى سهل جدا ان احنا نتعامل معاه. فالملفات الكبيره دي قلت المشكله بالنسبه مع البن، بيبقى فيه هو مثلا 3 4 ملفات 5 ملفات، فالجهد اللي بيضيع عشان نلاقي المكان ساعات بيبقى في حدود 25% من الوقت قدرنا ان احنا نوفرها، بالذات لو احنا اشتغلنا بنظام الكومن داتا انفايرمنت. طيب بالذات موضوع المباني الفريده لازم تعمل لها موديل بيم. يعني مثلا في مشروع مثلا من ضمن المشروعات الموجود في الامارات بدون ذكر اسامي البلاد، يعني مش هنغلط في حد يعني، بس المشروع دوت قبل ما الناس تهتم بالبيم، فالمشروع دوت كان مقام على جزيره وفي امواج جامده موجوده، فهل الامواج الشديده دي ممكن تكسر الازاز ولا لا؟ تمام، هو مش عايز يعمل مبنى واجهته ازاز وبعد كده شويه الميه تكسره، فاضطر ان هو يعمل زي محاكاه حقيقيه ان هو يعمل نفق ويعمل مثلا مبنى معين. الحاجات دي كلفت تقريبا 1,000,000 درهم عشان يعمل الموضوع المحاكاه دوت. تمام، في البيم لا، ممكن نعمل موديل بسيط جدا، الهيكل ما ياخدش مثلا ساعه شغل مثلا اقل من كده، وتدخله على برنامج من برامج المحاكاه وتقول له افترض ان سرعه الميه قد كده وسرعه الهواء قد كده وشده وكل الحاجات دي، تطلع التكلفه كلها ما تطلعش مثلا 100 ريال او 100 درهم حاجه زي كده. فدي فكره ان احنا بندور على موضوع المحاكاه. دي طبعا اشهر مشاريع موجوده في العالم. تمام، انا كنت المفروض هبقى البيم مانجر بتاع الكينج تاور اللي هو 1,000 دور اللي هو موجود في السعوديه. طيب الموضوع البيم دوت افادنا كتير في موضوع الوقت، ان احنا بدانا نكتشف المشكله اثناء الديزاين مش اثناء المشروع، قدرنا ان احنا نتواصل بين المعماري والانشائي والكهروميكانيكال. وخليكم فاكرين ان المبنى عامل زي جسم الانسان، جسم الانسان مكون مثلا من العظم، العظم ده نقدر نقول هو الاستراكشر، مكون من الجلد اللي هو الفساد، مكون من الشرايين اللي نقدر نسميها مثلا الووتر سبلاي او الميه وهكذا. فهو كله مع بعض. تخيل بقى جسم الانسان الهيكل العظمي بقى مع نفسه، الهيكل العظمي عامل كده والايد عامله كده والفساد عامل كده، كل حاجه لوحديها فهتبقى غلط. لما كنا بنشتغل كده كان فعلا بيحصل كده، كان تلاقي المعماري بيعمل حاجه عامل مثلا فتحه معينه والكهروميكانيك كان عامل في مكان تاني، وما تشوفش المشاكل دي غير في الاخر خالص، بالذات لما يكون المشروع كبير. في البيم لا، لما تحصل حاجه تعديل بيظهر مع الناس كلها، وبتلاقي الشغل اللي في المساقط هو اللي في القطاعات، ودي كانت مشكله كبيره قوي جدا معانا. ففي البيم اللي انت فعلا بتصممه هو اللي انت بتشوفه بعينيك في قلب الموقع، بيحصل اختلافات نتيجه ان في حاجه انت ما خدتش بالك منها، انما في البيم انت بتاخد بالك وتحلها، فبيبقى لوحه ديزاين هي الشوب درونج هي هيها الاسبلت بالشكل دوت. هتلاقي نفس المبنى ما دام انت شغال بيم بضمير مش بالكروت. تمام، كنت بسال بعض الناس ليه انتوا مش بتحبوا البيم او ليه مش عايزين تشتغلوا ببرامج البيم، فواحد قال لي بكل صراحه ما فيهوش كروته. قلت له لا، هو ممكن نعمل لك كروته، ممكن نعمل لك كورس نقول لك ازاي تكروت، ما اعرفش كلمه الكروته دي ازاي، تضحك على البرنامج وتعمل حاجه غير حقيقيه او غير واقعيه، او تعمل حاجه يعني مجرد بس تضحك على الزبون اللي عندك. او مثلا اسوب بيقول لي ايه يعني في الكاد لو انا عايز اكبر اصغر بضرب البلوكه واكبر واصغر براحتي، انما في البيم انا ملتزم ببرامتر وملتزم بشغل وملتزم بحاجات معينه، ما اقدرش في السكشن اعدل حاجه مش موجوده في البلان وهكذا. في واحد تاني في شغل صحي قال لي انا برسم خط كده من الماسوره واقول له ان انا مشيت كده وخلاص، هو بقى يبقى يطبقها في الموقع براحته.
انما في الشغل بتاع البيم لا، انا مضطر ان انا انزل مسافه معينه وبعد كده بعمل وصله معينه وبعد كده بدخل في الحيطه وبعد كده بنزل واعمل وهكذا. يعني في حاجات كتيره جدا لازم يبقى هو فاهمها في الواقع، مش مجرد بيرسم خط وخلاص. طيب في حد بيسأل سؤال؟ اه في حد بيقول غش. اه هي الكاميرا معناها بيم، تمام. معرفش بقى ايه الكروات هي غش. ماشي الدكتور سامر السيارة طبعا استاذنا. طيب انا هحاول اجاوب على الاسئله كلها ان شاء الله دلوقتي، بس خلينا انا حاول انا فاتح الصفحه اساس ايه اشوف ال إيه؟ مصر من الدول القويه جدا في الدول العربيه في موضوع المشاريع، وعندنا اشتغلنا في كذا مشروع في البيم في مصر. يمكن اشهر مشروع موجود في مصر وعلى مستوى العالم كله المتحف المصري الكبير ده، حجمه ضخم جدا وتعامل كله بالبيم، وكان سبب ان شركه اوراسكوم خدت المشروع انها تعادت انها تعمله كله بالبيم، فده اداها ميزه تنافسيه حلوه جدا. في ناس عملوا كتيرة مودرن، من ضمن الناس المهتمة جدا بموضوع المريخ الدكتور سامي السياري، وهو من الناس اللي الواحد يعني دايما بيتعلم منها كتير جدا. طيب احنا دلوقتي هنسأل سؤال، ده الأسلوب التراديشنال اللي هو الأسلوب اللي موجود وأغلب الناس شغالة بيه، وده أسلوب البيم. فلو عاجبك الأسلوب التراديشنال اكتب زيرو، لو عاجبك الاسلوب بتاع البيم اكتب واحد، تمام. يعني ودي براحتك خالص، مش اجباري على حاجه خالص، تمام. طيب ده الاسلوب اللي هو بتاع البلاننج، بيبدا يكتب اسم العمليه هنا وبيبدا يكتب انها من تاريخ كذا لتاريخ كذا، تمام. وهنا ده بوريله الحاجه بالالوان 3 دي بحيث يبدا يشوف ايه الحاجه اللي اتعملت وايه الحاجه اللي اتاخرت. الحاجه اللي اتعملت في ميعادها بتاخد لون، والحاجه اللي اتاخرت بتاخد لون اخر وهكذا. فانتوا ايه رايكم، ده الاوضح ولا دوت؟ اكتب يا اما زيرو يا اما واحد. بس اعتقد ان هو في اجماع على موضوع ان احنا لو استخدمنا اسلوب البيم هيكون مفهوم. هو ده ممكن يكون مفهوم للبلانر، بس 100% البلانر لما بيشوف ده برضه بيكون الموضوع اسهل له، بيقدر يتخيل الفكره. ايوه العقل بيقدر يفهم دي افضل، وبالذات ان 3 دي تقدر تلف حوالين المبنى، وبعدين نفس المعلومات اللي هي 2 دي موجوده عندي هنا، انا ما فقدتش معلومه. طيب ده بقى اسلوب اخر في موضوع ال انا عايز اقارن بين البيس لاين وبين الاكشوال، بين الحاجه المخططه والحاجه اللي اتنفذت. فانا ببدا اوريله كده ان هنا ده بياخد لون ازرق مثلا وده بياخد لون اصفر، هنا بوريله الحاجه باللونين بس بتبقى على المبنى نفسه، تمام. يعني هنا بقول له مثلا ايه ده الغرفه كذا، الغرفه بتاعت الكهرباء كذا، انما هنا لا بيبدا يظهر معايا الغرفه الكهرباء نفسها، هل هي متاخره، هل هي اتعملت وهكذا. فانتوا ايه رايكم؟ برضه 0 و 1. لما نيجي نبص دي ده اسلوب كل الكتب بتقولك عليه في موضوع الاداره، ان انت بتعمل مثلا تو دو الحاجه اللي هتعملها، وبعد كده لما تتعمل تروح نقل على حاجه اسمها دوينج، وبعد كده تنقل على حاجه فينش وكذا، تمام. فده الشكل دوت، ولا ان انا اوريها له كده على الكمبيوتر او على الشاشه ويبدأ بقى يشوف دي مثلا اللي اتعملت هتبقى ياخد لون، الحاجة اللي هتتعمل هتاخد لون وهكذا. ده هنا التراديشنال بروجرس ميتنج ديسكشن، بنبدأ نتناقش فبوريهم بقى ورقة وابدأ انقلها وهكذا، ولا ان انا ابدأ اوري له المبنى كله واوري له ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش. هنا
يعني حتى الناس اللي شغاله في المشروع ممكن الموضوع ما يبقاش واصل لهم 100%. هنا حتى العمال نفسهم اصغر عامل اللي ممكن ما يكونش دارس الحاجه وممكن ما يكونش فاهم اللغه، يعني ممكن يكونش هو فاهم انجليزي ولا عربي وهو بيتكلم هندي، بس شايف الحاجه 3 دي وشايف الوان فيقدر يفهمها. فانا كده وصلت لكل عامل موجود في المشروع، ايا كان اللغه بتاعته، ايا كان ثقافته، ايا كان الخبره بتاعته، يقدر يفهم الحاجه اللي احنا عايزينها. فبرضه 0 و1. ده هنا الكليم اناليسيس، ان مثلا في حاجه فانا طالب كليم مثلا معين او حاجه زي كده، فلما انا ابعت له مثلا ريبورت بقول له مثلا ده في حاجه هنا اتعملت وفي حاجه هنا اتعملت، ولا ان انا ابعت لهم الحاجه بالشكل دوت اقول له والله الحاجه مثلا 3 دي ناقص فيها حاجه، اتعمل فيها حاجه زياده، فالموضوع بيبقى اوضح. دي دوكومنتس انا عامل فولدرات بالشكل دوت، ولا ان انا بص خليكم معايا اهوت دوت، ده حاجه عمليه اهوت، ده مشروع احنا كنا شغالين فيه ماشي، وانا عايز مثلا الفت انتباهه في الاجتماع لحاجه معينه، فهاجي هنا واقول له سيف في بوينت، فانا عملت سيف في بوينت. دي برضه حاجات احنا كنا عاملينها قبل كده تمام. ومثلا بعد ما شفت الحاجه دي اكتبت الكومنتات عليها، وجيت هنا اكتشفت ان في مشكله، اوريكم مشكله حقيقيه تمام. مثلا في ماسوره هنا مثلا حاسس انها لازم ما يكونش بالشكل دوت ماشي، خدت سيف في بوينت. وممكن ادخل هنا على الريفيو واقول له اعمل لي مثلا درو هنا اهي، واقدر اكتب كومنت عليها، واقدر اجي هنا اقول له اعمل ابديت للوحه ديت وهكذا. طيب وانا في الاجتماع بقى اقول له ايه، روح لدي او اقعد اتناقش معاه في المشكله دي، فهو يقول لي لا خلي بالك من كذا 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 كذا. طيب نبدا بقى نشوف المشاكل تمام. تعالى بقى نشوف حاجه هنا مثلا اهي، دي بقى بعض الصور احنا مجهزينها بحيث ان احنا في الاجتماع بنبدا ايه نشوفها وهكذا. طيب هتلاقي ان الموضوع اسهل بكتير، احنا ممكن يبقى عندنا 20 مشكله وفي ثانيه واحده اقدر اوري له المشاكل الموجوده فين. طيب ان انا اعمل كلاش سيكشن محتاجه مني وقت قد ايه؟ تعال نشوف. انا مش عامل كلاش سيكشن خالص في اللوحه ديت، انا عاملها في لوحه تانية اسمها اي ال مش اي ار. هقول له اد تيست، انا عايز تيست، واقول له مثلا اعمل لي بين الاس تي. احنا مش بنعمل بالاسلوب دوت، احنا بيبقى ليه جدول خاص بيه احنا مجهزينه، بس فرض اس تي في اس مع الام اي بي بالشكل دوت، واقول له مثلا عايز كل المشاكل الاس تي اهيت مع الام اي مع الاف اي مع البلامنج، وابدا بقى اشوف ايه الكلاش الهارد او الكليرانس او دوبليكيت، واقول له ران تيست. جاب لي كلاش اهوت. طب وريني كلاش تاني، يبدا يعمل زوم ويوريني الكلاش التاني تمام. ابدا اشوف بقى الفلور دريم مثلا ديت والحاجات دي، المشكله دي هتتحل ازاي وحاجات زي كده، واقدر اطلع ريبورت بشكل قوي. ده مشروع حقيقي احنا كنا شغالين فيه، ودي الكلاشات. طبعا ده كان في مرحلة اللي دي 300، في مرحلة ديزاين، في مرحلة شيب دروينج بنخش في تفاصيل أكتر وبنبدأ نعمل أوبننج لكل الحاجات ديت. فزي ما أنت شايف أنا ممكن في الاجتماع بدل ما إحنا بنناقش ساعات بيبقى مشكلتين تلاتة ومش فاهمينها ونقعد نلف حوالين بعضنا، أنا ممكن من استخدام تكنولوجيا البيم نعمل نحل 100 مشكلة في اجتماع. كل مشكلة بنبدأ نعمل زوم ونناقشها ونشوف المشكلة فين، ولو في أي لحظة حد قال لك لا أنا مش مقتنع بيها، لا تعال نبص كده أهي. تمام نرجع للمحاضرة. تمام طيب من الحاجات القوية جدا، الحاجات القوية جدا إن شغل البيم أقدر أستخدمه في موضوع الفاسيلتي مانجمنت تمام، وان انا اعمل صيانه للمبنى لو حصل اي مشكله اقدر اعمل له صيانه. وفي موضوع فاسيلتي مانجمنت مش من المواضيع اللي بتدرس في الجامعات، ف يعني بتبقى كويسه جدا لو حد اتقن موضوع فاسيلتي مانجمنت وبيلاقي فرص كتيره كويسه في الموضوع دوت، بدل ما انا ابعت له المخططات وابعت له الاف لوح اوتوكاد وابعت له ورق كتير جدا، انا ابعت له موديل بيم هو يقدر يفهم منه كل المشروع. ولما احنا بنشتغل باسلوب التراديشنال ورك فلو في كل مرحله بتتنقل لمرحله تانية بتلاقي فقد كبير من المعلومات، ونبدا من الصفر ونبدا نعمل. انما في البيم انا باخد نفس الموديل وببدا ابني عليه، اللي دي 100 200 300 400 مفيش 500 في اسبيست
تمام. لو بصيت في الكود مش هتلاقيه كاتب لك 500 خالص. يعني لو كتبت ال او دي لود، مش عارف ايه مثلا، لود فورم بيم ماشي. لو جيت تبص على شكل الكود او كتاب هتلاقي ان هو كاتب لك 100 200 300 350 400. مفيش في قلب الاكواد العالميه كلمه 500 دي خالص. كلمه 500 دي يعني احنا بنقولها كده ايه، يعني بالتعود، او يعني على اساس ان بعد 400 كام 500 بس. انما مفيش حاجه في، مفيش كتاب موثق او كتاب علمي بيكتبها 500. تمام. طيب لما تيجي تبص كده بتلاقي ان انا عندي مراحل المشروع، ان انا ببدا الاول بريف، وبعد كده كونسبت، وبعد كده ديفينيشن. موديل بيم بيتطور معايا في كل مرحله من المراحل ديت لحد ما يخلص المشروع، وبعد كده نخش في موضوع ال AIM او الاسيت انفورميشن موديل وهكذا. فانا عندي هنا مرحله ديزاين، مرحله البيلد، مرحله الاوبريت اند مانجر، مرحله لو انت قدرت تاخد حاجه في مرحله المانجمنت او مرحله الاوبريت تقدر تشتغل في المشروع دوت 20 30 سنه، بدل ما انت عمال كل 6 شهور مشروع بيخلص تروح واحد تاني. لا، انت استقريت في المشروع دوت او قدرت تعمل شركه لموضوع الصيانه دوت، هيفيدك كتير جدا ان انت تكون شغال بموضوع البيم. فموضوع الفاسيلتي مانجمنت ده محتاج يعني ماستر مستقل، او يعني محتاج كورس مستقل، لان هو يعني مش بيدرس حتى الاساسيات بتاعته في الجامعات، بس فعلا من الحاجات القويه جدا واللي مطلوبه في السوق لو حد عايز ان هو يتخصص. مش معنى كده ان احنا بنرمي البيم، لا، ده البيم بيفيدني، لان الفاسيلتي مانجمنت اشتغلناه من زمان جدا وكان باسلوب تقليدي. يعني عشان اقلب اللوحه من مرحله الكونستراكشن لمرحله الاوبريشن ممكن ياخد 6 شهور. 6 شهور فعلا، ان انت بتبدا تاخد كل اكيوبمنت ميكانيكال او الكتريكال موجوده في اي غرفه، فده كان بياخد جهد كبير. في البيم لا، انا عندي هنا في البيم مثلا، خلينا نفتح اي حاجه، خلينا نفتح مثلا حاجة. انا عندي بعض الادوات اللي بسطبها الخاصه بالكوبي، بدوس عليها بيروح مطلع لي ملف الكوبي جاهز، كل مكنه موجوده في اي غرفه والمعلومات بتاعتها والتايب بتاعها والانستنس وي وي وي، فببدأ أدخل المعلومات الخاصة بالـ سبلايرز بس. تمام. طبعا عشان نبقى فاهمين، الريفت مش بيم، الريفت أداة من الأدوات اللي بتطبق البيم، إنما في برامج تانية كتيرة جدا بتطبق البيم بشكل قوي زي الريفت. عندنا اركيكاد، عندنا ايكو سيم، عندنا برامج كتير جدا. الحتة الخشب الزيادة دي كانت في العمارة اللي هي موجودة في الخليج، ان هو بعد ما بيعمل مبنى بيسيب مكان ان هو ممكن يعمل مبنى تاني فيربطهم ببعض وحاجات زي كده يعني. طيب عموما يعني بيم انتربيلتي تولز، بقول له ان انا عايز اعمل ملف كوبي واضغط يروح مطلع لي الملف على طول كريت سبريد شيت. تمام. فالوقت بيوفر كتير جدا. لو جينا نبص على الادنس اللي انا بسطبها، طبعا انسكيب بتضغط زرار يروح موريك الحاجه في الفيرشوال رياليتي والاجمنتد رياليتي في ثواني. اكشوال رياليتي خلاص مجرد دوست بتقول له اعمل لي 3 دي فيو، اعمل لي ريندر فيو، اعمل لي كذا في ثواني. ده من افضل الادوات مع توي موشن. توي موشن من الادوات اللي الواحد بيستخدمها على طول لان هو اوبن سورس ومجاني. هو بياخد تقريبا دقيقة ويبدأ يشتغل، بتلاقيه عمل لك الريندر كله للمشروع دوت. تمام. واي حاجه تعدلها هنا هتتعدل في المشروع في ثانيه، سواء مثلا رسمت حاجه جديده، شلت حاجه جديده، اضفت، شلت، ما بياخدش وقت لحد ما يعملك التعديل. تقدر تلف اهوت.
تقدر ندوس شيفت مع البكرة اليمين بحيث يغير لك الوقت، يجيبك الصبح بالليل زي ما انت عايز وهكذا. لو انت عدلت اي حاجة في المشروع يبدأ يعدل لك هناك في ثانية. طبعا نقدر نغير الخلفية ونبدأ نحط زهور معينة وأصوات معينة وكل الحاجات دي، عنده أسيت لايبراري عالية جدا. بيبدأ بقى يعمل اكسبورت بحيث ان هو يظهر لك الحاجات اللي كانت مختفية في قلب المشروع. انا كنت بغرب شوية حاجات كده، مش هي دي الحاجات الرئيسية. يعني الافضل ان احنا نرجع بتاع ساعتها. طيب في حد هل يتم، هو في حد بيسأل حل المشكلة، هل يتم اجتماع كل الاختصاصات او صاحب الاختصاص اللي فيه مشكلة حسب الحاجة اللي احنا عايزينها. يعني ساعات بنقول ايه، اخوانا انا عندي النهاردة كلاشات بين الاستراكشر والام اي بي، دول اللي يحضروا. ساعات انا بقول لا، المشاكل القليلة فخلي كله يحضر. تمام، عادة انا باخد واحد من كل قسم، تمام، واحد من كل قسم، وببعت ايميل ان مثلا في النهاردة الموضوع الاجتماع ده مهم قوي، ان انا قبل الاجتماع بحدد مين اللي يحضر الاجتماع وحدد اناقش ايه. ممكن اثناء الاجتماع تفاجأ ان في ناس بتطرح مشاكل غير اللي موجوده، معلش يا سيد الفاضل المشاكل دي تتعمل لها اجتماع لوحديها، مش عايزين نخش في مشاكل فرعيه وننسى الاجتماع. وبعد الاجتماع ببعت ايميل اقول لهم يا اخوانا احنا اتناقشنا في 1 2 3 4 وقلنا 1 2 3، هل انتوا عندكم اعتراض ولا موافقين؟ لو هم موافقين خلاص الموضوع ايه يمشي. ممكن يكون لا انا فهمت غلط او حاجات زي كده. تمام، طيب نرجع للمحاضرة. ده شكل فاسيلتي مانجمنت. ميزة البيم ان هو بيربط لي حاجات كتير مع بعض. في نظام اسمه الاي ار بي بيدير المشروع، في حاجات اسمها بيلدينج اوتوميشن سيستم، في جي اي اس. تمام، جي اي اس بيناقش المباني، بس البيلدنج بيعتبرها كتلة مصمتة فأنا بربطه ببعض فبنوصل لحاجة اسمها السمارت سيتي. تمام، أنا طولت عليكم فجزاكم الله كل خير إن أنتوا استحملتونا، ولو في أي حد عنده أي أسئلة يا ريت. إحنا اللي ممكن حل المشكلة الإنشائية تأثير على الميكانيكي، فالمفروض كل بيعرف التعديل فلو ممكن يحضر. إحنا المفروض بيحضر واحد من كل قسم، بس ساعات بيحصل إيه؟ ان انا عندي حاجه معينه. تمام، يعني ساعات بيحصل ايه، ان انا عندي مشكله بين اللاندسكيب والدرينج، الاثنين دول هم اللي انا عايزهم نشوفهم النهارده، فبقول لهم يا اخوانا ده وده بس اللي هيحضروا النهارده عشان احنا عندنا مشكله متخصصه بيهم. والصح ان كل قسم يحضر منه واحد بحيث لو واحد عنده حاجه المفروض يعملها يعرف ان دي الجزء ده خاص بيه. تمام، لو اي حد عنده سؤال ممكن يكتب او يبعت او صوت افضل. نعم، معلش انا هحاول اعلي الصوت عندي. لو حد عنده سؤال استاذ عمر. ايوه أنا سونيا. أيوة دكتور. يعطيك العافية، شكرا لإلك، شكرا لوقتك وجهدك. الله يكرمك. محاضرة كثير قيمة وغنية بالمعلومات، وبشكر كل الطلاب، يعني حضور كثير كبير، يعني دليل اهتمام ومحبتهم لحضرتك. على راسي، الله يكرمك دكتور. الله يسلمك، يعني أنا بدي أشكرك وأكد مرة ثانية أنا بمحاضراتي الأولى أكيد الطلاب كلهم بيعرفوا انا بحكي لهم دائما انه حضرتك استاذنا كلنا بالدين. العفو، الله يكرمك. ويعني اول ما تعلمناه وبدانا فيه بدانا مشوارنا معك، وليك فضل كبير علينا وبين ارابيا طبعا. الله يكرمك. فانا سعيده انه اختم محاضراتي مع حضرتك، اكيد ممكن في محاضرات تعويضيه بين الطلاب لكن تقريبا هي المحاضره الاخيره ككورس. فانا سعيده انك تشاركني بهذا الشيء. ألف شكر حضرتك يا دكتور، بشكرك على المحاضرة كثير قيمة. شكرا لك، والله يكرمك. الله يكرمك. يمكن بس يسألوا بعض الأسئلة، يمكن حضرتك
تشوف، وبعدين لو انتهت الأسئلة ممكن حضرتك تنهي التسجيل وتسكر المحاضرة نظام. حاضر، شكرا كثير لك. تحت أمرك. حاضر. طيب هو ممكن، طيب يبدو السؤال موجه لإلي. طيب هقول طب استنى حاجة بس اجاوب على السؤال. تمام. طيب في حد بيسأل سؤال، هل ممكن تكنولوجيا البيم محاكاة عمل آلات المصانع او خطوط الانتاج؟ والله ممكن، بس انا ما افضلش. بمعنى ايه ما افضلش؟ انت هتلاقي حاجات خاصة متخصصة في كده، في اوتوديسك فاكتوري، في حاجات كتيرة جدا متخصصة في الجزء دوت، فده افضل ان انا اروح للحاجة دي بدل ما انا اقعد الف حول الحاجة. انا ممكن اعمل البرزنتيشن ده على الوورد، تمام، وممكن اعمله على الاكسل، بس الافضل ان انا استخدم حاجة متخصصة في الحاجة دي. طيب في سؤال انا هجاوب نصه والدكتور هيجاوب النص التاني، الموضوع هل في كود سوريا اللي انا عارف انهم شغالين فيه، هل ممكن انت في المشروع بتاعك تستخدم اي كود؟ طيب لو انا شغال في دولة ما بتستخدمش كود، انا ممكن اخد الكود السنغافوري، الكود البريطاني، اي كود، المهم كلنا نكون متفقين عليه، لان انا مش ملزم قدام الدولة ان انا اسلمهم بكود معين. يعني في دول معينة بيقول لك انت لازم تسلمني بكود اوبن بيم، تشتغل بالستاندرد اوبن بيم، تمام، زي الدول الاسكندنافية، مش بيقول لك اشتغل بيم صح، لا، يقول لك انا عايزك تسلم كذا. ممكن تاخد اي كود، كود المصري، كود الكندي، تشتغل بأي واحد فيهم. واعتقد ان كود مصر قريب، هيبقى قريب من السوري، هيبقى قريب، يعني الدول العربية ظروفهم قريبة من بعض يعني. فالدكتورة ممكن تجاوب على موضوع هل في كود سوري موجود ولا لا. طبعا استاذ عمر، شكرا لك. هلا اكيد لسه للوقت لليوم ما في كود سوري، ونحن حكينا بالمحاضرات السابقه عن هذا الموضوع، لكن عم نعمل كل جهدنا من خلال اللجنه اللي اسسناها بالنقابه المركزيه للمهندسين، ان من اهم مهامها هو وضع الكود السوري للبيم. هلا لما بدنا نبدا بوضع هذا الكود، اكيد حنعتمد على الاكواد اللي حكى عنها الاستاذ عمر، ان كان الامريكيه، البريطانيه، السنغافوريه، لحتى ناخذ التمبلت في العام، وحنعتمد على ممكن التمبلت المصري اللي هو نفسه معتمد على الاكواد هي اللي حكينا عنها، باللي هي مشاكل البناء ويعني وحتى ما يخص البيم، هو في كثير تشابه بين الدول العربيه، حتى بين الدول العربيه والاجنبيه، فبالتالي في كثير تفاصيل ممكن احنا نستفاد منها، ما حنخترع الدولاب من جديد، لكن بدنا نراعي الواقع السوري، بدنا نراعي طريقة عملنا، حتى لو بنحط المواصفات والعقود اللي احنا بنستخدمها، ممكن بمصر ممكن لسه يعني متطورين عننا بقصة العقود، انه بيعتمدوا شوي على الفيديك وعلى يعني العقود اللي بتشارك القطاع الخاص مع العام اكثر من المشاريع السورية، فبالتالي في عندنا خصوصية، لازم نحن لما بنحط الكود بشكل حقيقي فعلا حياخذ منا وقت منيح، لكن لازم ننتبه بالتوثيق وبالشروط وبالمعايير، مو بس اللي موجود بالاستندارات العالمية، لازم نشوف الواقع السوري شو اللي بيناسبه لنقدر نوضع كود بيناسب، يعني اخذ من العالمي ومن المصري ومن القطري وبنفس الوقت يناسب الواقع السوري. فاكيد نحن لهداك الوقت لو كان في مشاريع نوعية وحتنشغل بالبيت حنعتمد على الأكواد الأخرى، كان المصري أو غيره، لكن بفضل انا كسونيا مثلا او يمكن مهتمين بالبيم، ان كل بلد له خصوصيته، يكون له كود الخاص فيه اللي بيناسب عمل المهندسين فيه. تمام. وان شاء الله بيكون من اول مهام اللجنه ونبدا فيه قريبا. باذن الله، باذن الله دكتور. طيب في حد باشمهندس بشرى بتقول موضوع السوليد وورك. في مجال الصناعه في عندنا سوليد وورك وفي الانفنتور وفي برامج تانية كتيرة جدا، في فيوجن 360، بس اللي انا فاهم السؤال ان هو بيتكلم على خطوط الانتاج نفسها، مش ان انا بصنع جزء معين، لا، ان انا اعمل ادارة للمصنع. فادارة المصنع في اوتوديسك فاكتوري وفي برامج تانية بديلة، ما تاخدش برنامج واحد، لا، خد اي برنامج اكتب جنبيه كلمة الترناتيف، هتلاقي بدايل، هتلاقي في حاجات اسهل، في حاجات اقوى، في حاجات ارخص، تبدأ تشوف انا اللي مناسب ليك. تمام. طيب في اي حد عنده اي سؤال؟ شكرا لحضرتك. طيب في سؤال لباشمهندس عمار. طب معلش انا مش
حاول اخد سؤال كده على جنب عشان متوهش، نشوف ملف وورد او اي حاجة. انا بس مش عارف اقرا السؤال. حضرتك حكيت ان بيم بيساعد تطبيق الروبوتك ضمن المستودعات اللي هتنعرف في شركة امازون. في ناس كتيرة بتشتغل على الموضوع دوت، يعني حتى اوتوديسك بدأت تشتري كذا شركة من شركات الذكاء الصناعي، تقدر تخلي مفيش فجوة بين الموديل بتاعك وبين الروبوت، ان انت تدي الامر على طول. هو دلوقتي اصلا في برامج كتيرة جدا بتاخد الموديل بتاعك تقول له اطبع فياخد الموديل يبعته للبرنتر 3 دي الصغيرة. يعني اوتوديسك او شركات كتيرة، بلاش نقول اسم شركة معينة، بتشغل على الموضوع دوت. انت مش لازم انت تقعد تكتب كود، لا، هتلاقي في المستقبل ان انت عندك البيت بتاخد الموديل وتقول له برنت، فالمكنه تاخد على طول من غير ما تكتب اي كود او تكتب اي حاجه خالص. في ناس كتيره شغاله على تسهيل الموضوع دوت وتخليه ان هو اسهل جدا ان شاء الله. طيب في اي حد عنده اي اسئله؟ هو الفكرة ان مبقاش الموضوع زي الكاد حاجة، يعني في حاجات احنا برمجناها قبل كده ايام الكاد، بس كنت بتعب جدا في البرمجة لان هو مش قادر يفهم انا عايز ايه. تمام، يعني يعني في مثلا انا عايز اقول له مثلا خد المواسير ووصلها ببعض، هو فاهم مش فاهم الخطوط البلامنج من الخطوط ديت، فمبقاش فاهم حاجة خالص. انما في الكود بتاع البيم لو انا عايز ابرمج بيبقى الموضوع اسهل بكتير، ان انا بقول له خد البايب كلها فهو فاهم البايب، فاهم انا بتكلم في ايه. عكس الكات كنا بنقعد نكتب سطور كتير جدا عشان اوضح له، او اعتمد على اللاير، فمجرد ان حد يحط حاجه على اللاير مش مظبوطه شغله كله ضرب. ففكره البيم سهلت لي كتير جدا في الشغل. طيب في اي حد عنده اي اسئلة نفكر فيها مع بعض؟ شكرا لكم وشرف ليا باشمهندس محمد، الله يكرمك. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك، الله يكرمك، شكرا، السلام عليكم.